ايه الجنون ده يا حمدي؟ طب اسمعني ساعات. اسمع ايه؟ عايز اسلم رقبه الداخليه لضابط بيكرهنا ومتمرد علينا، بيتهمنا بالجهل وبيعتبرنا بلطجيه الرئاسه. سعادتك هو ما يقصدش كده. ما هو الملف قدامك اهو، 17 مذكره اعتراض على سير العمل ومرافعها بنفسه المكتب الوزير، احاله 4 مرات للتفتيش لمخالفه التعليمات الشفهيه، مشادات مع رؤساء القطاع. في ايه تاني؟ انت ما قريتش المذكره المرفقه بالاستقاله؟ قريتها سعادتك. قريتها ما فهمتهاش؟ ما شفتش ازاي فرشها الملايه وبيعلمنا اصول الاخلاق المهنيه؟ اسمع، واضح انك انت ما بتقتنعش بسهوله. جاهدت كثيرا لامنع ذلك الطاعون الذي تفشى في كل خلايا الجهاز. حاولت ان انبه الجميع من خطر السقوط في مستنقع السياسه والتورط في شبهه الانحراف الامني والرقص على سرير السلطان. لكن لم يسمعني احد. الان يجني صغار الضباط ما اقترفته ايدي كبارهم. لم اعد اتحمل مشاهده الانهيار الذي تنبأت به من قبل، فتكرموا علي واعفوني من هذا المشهد المرير. في شماتة وقلة أصل أكتر من كده؟ سعادتك أنا منكرش إن المذكرة مليانة تجاوزات، بس ده بسبب الحسرة والألم اللي مر بيه شريف. أي حد كان مر بالظروف اللي مر بيها شريف هيقول أكتر من كده. ظروف ظروف يا دي الظروف، إيه اللي جراله يعني؟ اتهزق من ناس في الشارع؟ اتعرض بحوض اغتيال؟ كلنا اتهزقنا يا أخي وبلعنا الإهانة من سكات. يا ريتها جت على الإهانة أو البهدلة أو حتى خطر الموت، لكن الوجع اللي مر بيه شريف أكبر من كده بكتير قوي. آدي يا عم كش مالك. على فكرة بقى ده نصب. نصب إيه يا بابا؟ وإحنا بنلعب بصرة؟ ده شطرنج. أنا مش لاعب. خلاص يعني. أها. بس هتتغلب. شريف شريف سامع ابنك بيقول ايه يا شريف؟ افهميني بس يا حبيبتي. ما تقولش حبيبتك، ما تقولش حبيبتك. لو حد في البيت ده بيحبني ما يقبلش عليا اعيش العذاب ده من تاني، ما يهونش عليه اقعد بالتلات ليالي ما اعرفش حاجه عن ابني، ما اشوفش فيه نفس اللي شفته فيك قبل كده. انت داخل عليا غرقان في دمك مجروح وبتطلع في الروح. تقنعني ان دي فكرتك انت ومحدش زقك عليها؟ لا خالص يا روح قلبي، انا معاك برضو انسى عيد الحب وانسى مراتي حبيبتي روح قلبي. يا راجل حرام عليك، ده انت بتنسى عيد جوازنا وعيد ميلادي وعيد ميلاد كريم وعيد ميلاد مريم، ما بتفتكرش غير عيد الشرطه وبس. الا عيد الحب، بعد احنا هنفضل نتعاتب في يوم زي ده كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا حبيبي، ربنا معاك. الصوره دي انا علقها كده على باب الوزاره كده ويقولوا مين راجل. امشي يا صايع انت وهي، امشي لنا. طب وحياتك لو قدامك يسلموا النشره الجايه هتروح فين؟ هتروح فين؟ هتروح مني فين؟ حبيبي حبيبي بتحب من ورايا ولا ايه؟ لا يا ماما، بس هي مريم بتحب تهزر شويه. ولد امشي. بصي بيستقوا عليا ازاي بقى؟ بقى ضابط شرطه بيستقوا عليا. شخصيا مش هحضر، وكمان مش هكتب اسمي في دعوه الفرح عشان تبقى عارف. على فكره اسم الرجاله بس اللي هيتكتب على الدعوه يا حياتي. يا حلاوتك يا عبد الله.
عليكي يا شريف، كل دي كبسه. ما تضحكش عليا يا شريف، المنظر يرعب قدامي، مسدسات وغاز وناس بتموت وحاجه زي الزفت زي الزفت. مريم شافت حاجه؟ لا لا لا، مريم مخنوقه من الصبح في حاجات الفرح، وانا بحاول ارخمها زياده. انا مرعوبه وبحاول اكلم كريم في الاسم، بقالي ساعه ما بيردش عليا. يا حبيبتي كريم بعيد عن الوش ده اللي بيحصل ده في وسط البلد، وكريم في المعادي. انا لسه بكلمه دلوقتي مطمن عليه في التليفون. بجد والنبي، طب شوف له صرفه، خليه يرجع بقى. كفايه يا شريف، حتى عشان خطيبته تطمن عليه، دي عصابها متدمرة من الصبح. عمال اتصل بيه من الصبح على المكتب في الموبايل ما بردش. هو رجع البيت؟ رجع ولا لا؟ كريم مات وهو بيدافع عن الاسم. الله. يا بنت ما هو بترتر اهو، ترتر 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 ايه؟ الله شريف، ايه اللي رجعك بدري؟ وفرت عليك كريم مات. لا ممكن. ايه الوجع ده كله؟ هو ده الاحساس اللي جاني وانا بفحص الملف بتاعه. ما عرفش مراته فين لغايه دلوقتي؟ خالص سعادتك، ما عرفش كانت عايشه ميته. بيدور وبيسال، لكن حاجه غريبه جدا، وكانها توخرت من الدنيا. بصراحه انا مش قادر اتصور واحد مر بالظروف دي كلها ازاي ممكن يرجع يشتغل تاني، ازاي اصلا يبقى عنده اعصاب للشغل. انا مش متخيل ازاي اقف على رجله لغايه دلوقتي. والله انا عندي احساس مختلف تماما يا فندم. ايه هو؟ شريف خد من الدنيا اصعب ضربه ممكن ياخدها من ادم، وفي مثل بيقول الضربه اللي ما تموتكش تقويك. ده غير انه مش هيفوت الفرصه انه يساهم في انقاذ الداخليه اللي بيحبها واللي ياما اعترض على سياستها. حمدي
شوف هتروح له امتى واتكلم معاه. انا موافق على المحاوله. لا ما هو مش انا اللي هروح له. امال مين؟ حسن سرايا ابن عمه، عقيد عندنا هنا في امن الدوله، هو قريب لي وصاحبه والوحيد اللي ممكن يقنعه بخطوه البدايه. اجيب لحضرتك كاس؟ انت كل شويه كاس كاس كاس، مش عايز كاس، سيبني في حالي يا اخي. طب اجيب لحضرتك حجر معسل؟ معسل؟ امشي طيب امشي. الو مين معايا؟ بلدياتك يا ولد عمي، صح انت ما سمعتش صوتي قبل كده، لكن لازم تعرف اسمي عاد. معاك صالح عواد فريد بيه. عواد انت من العوايده؟ عوايدي قديم يا ولد عمي، بس شارد عنيهم شوي. اهلا حق صالح، امرني. الامر لله يا سعاده الباشا، لك عندنا امانه غاليه حبتين، لكن الغالي يرخص للغاليين. يا فارس اسمع يا فارس، العربية اللي هتاجي دلوقتي تخش على طول، لا تفتيش ولا نيلة. تطول عادي كده سعادتك؟ ايوه، والناس اللي فيها نصهم مطاريد في الجبل والنص التاني تجار صنف، واللي هيكتر معاهم في الكلام هيصفوه وهو واقف، فاهم؟ حاضر يا سعادتك. اتفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب، اهلا اهلا. تعال يا عبد الرحمن. تفضل تفضل يا رجاله، تفضل استريح يا حاج صالح. ما تاخذنيش يا فريد بيه، ما بقاش وقت للراحه والمضيف. استريح من السكه وتاخذ واجبك. نرتاح ممكن، ما يجراش، انما الواجب يا فريد بيه، الواجب انا اللي جاي اقدمه لك، مش اخده منيك. ايه ده يا حاج صالح؟ دول المساخيط يا فريد بيه، المساخيط اللي بعت رجالتك ينبشوا دار صابر العزبي عشان يلاقوها. مقبره عمرانه ما شاء الله. مد ايدك، مد ايدك يا فريد بيه، متع نظرك بخير لاجداد. حاجه عظيمه خالص. جاتك ازاي دي؟ جاتني بالخيانه. خيانه؟ قال لك الخاين اليومين دول اسمه ايه يا عبد الرحمن؟ قلنا له اسمه عوض حماد يا اخويا. اسمه عوض حماد يا ولد عمي. عوض؟ معلوم عوض. عوض اللي انت امنته على الحفر وعلى الخريطه، عينه زاغت على الكنز، وقال لك يلهى في الجمل بما عمل، ولا مؤاخذه يعني يضحك عليه. لا عوض الدخت ما يعملش كده، ده انا اللي مربيه. او غدر يا فريد بيه، غدر. كان مونس مع التاجر يحضر الحفر ويدفع ويشيل على راس الميت، ويقول لك الصحافة وتلفزيون وابصريين مدرك ايه موال عبيطك ده، عشان يعني تنسى الموضوع من اصل يا ابن ال. لكن انت حظك زين يا فريد بيه، حظك زين يا سعادة النايب. التاجر اللي اتفق معاه رجلنا ومنينا، جانا يدينا نصيبنا من المساخيط، وقال لي ان الشغلانه دي كلها كانت لحسابك. انت خابر يا جناب السيناتور ان الارض دي ورثنا ابا عن تاسع جد. خابر يا حاج صالح خابر. ام انت خابر يا ولد عمي، ما جيتش ليه وبلغتنا واحنا نخلصها لك؟ ما انتش مامن على سمعتك ومالك وسط ناسك وبلدياتك، وما امن عليهم مع الغريب. حقك عليا يا حاج صالح. خد مالك يا واد عمي،
والمالك، وخليك واعي لصبيانك بعد كده. احنا عاوزين القعدة الجاية نتكلموا في المفيد، في البرلمان. احنا ورانا روس تسد عين الشمس، اعتبرها من النهاردة أصوات جديدة في جيبك الجواني. خد مالك يا واد عمي. جميلك في رقبتي يا حاج صالح. عيب عيب يا واد عمي، حق ناصل ومحبة الرجال كنوز. سنتك يا فريد بيه. تشكر يا خالي. سنتك يا عبد الرحمن. محمود بس واعرف انت عرفت منين انه مش هيعرف ان التماثيل دي مضروبه؟ لا لسه بدري عليك يا عم جابر، ذاكر بس كويس وخد البكالوريا وساعتها هتعرف. جابر من يوم ما اخد الدبلوم وحلف ما يفتح كتاب تاني. قالت لك ايه يا برنس؟ ارحمني من المذاكره، ابوس ايدك وفطمني. يا دي النيله، انت لحد دلوقتي ما اتفطمتش كمان. حبيبي يا برنس. ركز في الترس اللي يخصك يا جابر، وما تسالش العجله بتدور ازاي. جهزت الزبون بتاع المساخيط؟ جاهز يا ريس، جاهز من زمان، يومين بالكتير وهيكون كله تمام التمام. يومين ايه يا ابني؟ 24 ساعة بالكتير ويكون قدامي. يومين يكون الحوار ده كله وصل الداخلية وتكون قلبت سوق الآثار نفر نفر ومفيش تاجر هيقدر يشتري في الجو المكهرب ده. هو فريد خطاب بجلالة قدره هيفضح نفسه في جرسة زي دي؟ مش فريد هو اللي هيبلغ. الجماعة اللي هو متجوزها في الضلمة هتاخدها الجلالة وتسأل حبايبها في الداخلية يدوروا علينا في وسط نصابين الآثار. وضحت كده؟ وضحت؟ تمام. مش عايز حد بقى يناير معايا كل شوية ويقرفني ويتفلسف عليا ويتفزلك. اوف يا عيني حاجة تقرف. الكلب جبته من حواري بابا وعملت منه بني ادم، اول ما رجع لاصله هبش فيه انا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا الاخلاق انهارت وتلوثت للدرجه الوضيعه دي، ابن اختك ومن دمك. تصدق يا مولانا الله العظيم ومليك عليها حلفان، كنت ناوي اديله كد حقه ثلاث مرات. الجحود يا فريد بيه، الجحود والطمع هما اللي بيمنعوا الرزق وبينسفوا النعمة. ربنا ما بيظلمش الناس، الناس هي اللي بتظلم نفسها. عندك حق يا مولانا، عندك حق. طب بقول ايه، مش كنا ندور على الراجل ده ونعرف ايه حكايته وعمل كده ليه؟ دور عليه فين يا مولانا فين؟ ده عمل عملته وخلع وقافل تليفونه لحد دلوقتي. طب والراجل الصعيدي اللي جالك ما يلسنش عليك هنا ولا هنا؟ لا مستحيل يا مولانا، العوايدة ناس واعرة لكن عمرهم ما يطعنوا حد في ظهره ولا يخدعوك أبدا. أديك شفت الشيخ صالح، واحد غيره كان هبش الهبشة المتينة من العكمة دي وخلع. يا سلام، ده جند من جنود الله، ربنا بعتهولك علشان نيتك الصافية وقلبك الطيب. الحمد لله الحمد لله. أمال الأخ نبيل ده تأخر ليه كده؟ معلش، ما احنا برضه خاطفينه على الطاير كده، ما كانش عامل حسابه على مشوار زي ده. سلام عليكم، انت فين يا نبيل؟ يا سلام بقى حتة الحجر اللي مدفونة في بطن الصحراء واللي ما تستاهلش تمن العفرة اللي عليها، اندفع فيها الملايين دي كلها. ارزاق ده عندك انت، انما عند الخواجات يدفع فيها مال قارون. يا ولد على الاضافه العبقريه، ايه ده؟ ايه يا بنت النصاحه دي؟ عجبتك؟ يا سلام، فلحه فلحه. ما هو ده سؤالي، هو ده السؤال. ايه اللي يخلي الخواجه يتشحطط سفر وسياحه ويجي على الصحراء والصاد والزحمه والخنقه والبقشيش
علشان يستمتع بال بالسنو ده. ايه؟ اقول لك عشان عبق التاريخ، ريحة الزمن، عبقرية الأجداد، حاجة كده بتتحس بالقلب وبالمشاعر. ده للي عنده قلب يعني. يا سلام، مفيش سكة أمشي فيها إلا لما ألاقيكي غرزالي كمين. تصدقي إن أتقل كلمة على قلبي هي إيه؟ شوية القلب والمشاعر زيادة أوفر مبالغة، كله بيفتي. في إيه يا جماعة؟ حتة لحمة وعندنا كلنا إيه؟ تعبانة في إيه؟ لما هي حتة لحمة وعندنا كلنا والمشاعر دي كلام فاضي، اديت هويدا ليه العملية وهي ما اشتغلتش؟ ولما جيت سألتك قلت لي أصلها غلبانة، أصلها محتاجة فلوس، خليها تفرح شوية. ولا هو على هويدا في مشاعر وفي قلب، وعلي أنا بس حتة لحمة أرزاق؟ بس انتي مش ممكن يا توحة، كنتي ايه ده؟ قادرة؟ قادرة ايه يا بنت؟ كانتك 60 نيلة يا بنت. احنا كنا اغلب من الغلب وحالتنا بالبلة، غيرش بس شوية المحن والكهن دول اللي بنسلك بيهم من سنان ولاد الكلب. غلبة؟ الجبارات ده كله غلبة؟ يا بنت انت فاكرة ايه؟ يعني احنا مشينا في السكة العجة دي بمزاجنا ولا بخطرنا؟ لو النبي يا توحة، انت معودانا على الصراحة، بلاش حكاية غصب عننا وضحية المجتمع واسطوان الجعولين ومجرمان دي، والنبي عشان بس المرارة. مرارة ايه يا سفلة يا بتاعة السواقين؟ هم يا بنت الناس يا بنت. رحتي له يا سفلة صح؟ هو مين؟ الشيخ أمين، الواد يا بيت، الواد الأكرد ده اللي بيركب المرشيدس اللي قلع بنطلونه ده على طول. وحيد يا توحة، ده أصلا ده زميلي في المعهد وبيزبطني يعني في الوسط الفني عشان أخد دور في فيلم جديد. يا أختي وماله يزبطك، وحيزبطك على فيلم إن شاء الله. غريب في بيتي. ما تلمي لسانك يا بنت، انتي وهي ولا انتوا غاويين تفتحوا النار على نفسيكوا؟ شفتي يا بنتي يا حنان؟ ايه يا البنت قلبت تتمقلس على زماننا وهم متدرمغين في الشوارع، قال بحجة ايه بيعملوا فن وحركات؟ فين يا بنت القاس يا بنت؟ خلاص خلصوا خلصوا خلصوا. ها امال فين بنتي ساره؟ ما جاتش معاكوا ليه؟ اهي دي اللي سارحه في الدرمغه. ايه شرعي؟ درمغه شرعي؟ تكونش راحت مشوار المعادي يا بنت؟ والله قبلها هو جالها كده تليفون من يومين، ومن ساعتها وهي غطسانه ومحدش عارف هي فين وقافله موبايلها. تليفون من مين يا جيجي؟ ليكون من البنت الكلبه اللي اسمها مديحه. هو في غيرها يا قبله؟ يخرب بيتها، ده انا المره اللي فاتت مديها علقت موت ووعدت انها مش هتروح السكه دي تاني. ما بصراحه برضو يا طه، البنت اتزنقت اليومين اللي فاتوا دول قوي، والمعهد مش عايز يرجعها بعد قضيه الاداب. يعني لا مستقبل ولا فلوس. بصراحة يعني يا توحة، البت ملهاش عين تطلب حاجة مني، خصوصا يعني بعد الهم الكبير اللي خدته منك. صدقوا بالله ان مفيش ولا واحدة فيك وعندها دم، ازاي تحصل مشكلة زي دي ومحدش فيك يقول لي؟ لا مصيبة ولا حاجة يا توحة، مش مستاهلة يعني قوي كده. وبعدين هي بترقص وتتنيس وتضحك يعني شويتين وخلاص. بعدين مالك يا توحة كده ماسكة للبت على الواحد؟ انت مش شايفة البلد يعني قشطة وسايحة على بعضها اهي، يعني لا حكومة ولا بتنجان. يا بنت مش على المساكين، انا اصلا كنت متفقه معاها انها. استني استني يا توحه، البنت هدهد. هدهد حبيبتي، ازيك يا صايعه؟ وحشتيني. وانت كمان يا دينا، وحشتيني موت. انتوا فين كده؟ احنا قاعدين عند توحه. بقول لك ايه، البنت سحر يا اختي، قاعده مكانك وعايشه الدور كده. انا عارفه ايه ده. هاتي هاتي. بس ولا تيجي ربعي. هاتي يا بنت، هاتي البنت دي وحشتني. خدي قبلتي، هاتيها الكلبه دي. انت يا بنت اتعلمتي قله القصد دي منين يا بنت؟ شهر ونص ما تساليش عليا ولا حتى بتليفون. معلش يا طحه، والله غصب عني، الشغل هنا مش مديني فرصه نفس. ها وقولي لي، الراجل صاحب الشركه ده راجل كويس ولا ديله معوج؟ لا ده كويس قوي بتاع ربنا، ملوش في السكه دي خالص. شيخ بقى يا طحه، وده انه حد صدره شيخ. ملوش في السكة دي حبيبتي، دول كلهم دلوقتي بيتمسكوا على السكة يا بنت. اللي بقولك ايه يا بنت،
ما تيحتي ما تشوفي شغلنا للبنت ساره دي، وديها للشيخ بتاعك كده يمكن ربنا يهديها كده وتلاقي لها شغله وتاكل لقمه حلال. ما انا بكلمكم مخصوص عشان خاطر ساره. والنبي صحيح يعني لقيت لها شغل؟ بعدين يا طوحة، بعدين يا حبيبتي. المهم البنت قافله تليفونها ومش عارفه اوصل لها، والنبي يا طوحة حد يوصل لها لنادي ويأكد عليها، ما تروحش اي مشوار من بتاع سميحه ولا مديحه ولا العوق ده خالص. ليه 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 يا بنت؟ يا بنت قلقتيني في ايه؟ الشيخ اللي بشتغل عنده يعرف ظابط في الاداب، قال له انهم عاملين حمله تقيله قوي على كل الشقق اللي في البلد، وهيمسكوا كل البنات المتسجله واللي ليها ملف. يا لهوي يا لهوي، البنت ساره ضاعت، البنت ساره ضاعت بسببكم يا جزم، ملكوا لله ملكوا لله. Wonderful, very good. Look at this man. Look. شفت يا خواجه احنا بنحبك قد ايه؟ يس يس ثانك يو. الحراميه بتوع زمان اللي لها في البلد كانوا بياخدوا كل الحاجات دي ويحطوها في عبهم. ايه اللي عملته ده يا مجندل؟ What are you doing man? Are you crazy? فداك يا باشا، ما تتخضش قوي كده. محدش يزعل على تمثال بلدي ب 50 جنيه. مفيش اكتر منه في النازله والهرم. ايه فريد بيه؟ انت مش قلت لي انك فحصت الشغل ده قبل ما تستلمه؟ ايوه فحصته يا مولانا، امال خدته عمياني يعني؟ اتاكد انها مش مضروبه. انت صح، انت صح يا باشا. مضروب دي كلمه خايبه قوي على الشغل ده. ده اختراع يا باشا. اقول لك انا اشتغلت كتير قوي في الشمال، بس بالعظمه دي لا، دي نسخه جينيوس. انت عبقري. يا حلاوتك حلاوتك مين يا لولا؟ صباحوس مدام سيسي بقى تصرخ، انما ايه كده؟ تعالي ما تقفيش على الباب، خشي جوه. ايش ايش ايش، ما تقفيش على الباب خالص. ان شاء الله تعيشي. انا طلب صغير كده وهمشي على طول. اتفضلي يا روحي، طلباتك مجابه. هي مش ساره هنا؟ طبعا ساره هنا، هي السهره تحلى برضه من غير ساره. طب بعد اذنك يعني ممكن تنادلها؟ كنت عايزاها في كلمتين. لا ما اقدرش يا روحي، خش لها جوه واتكلمي معاها على راحتك. هي دخلت جوه خالص؟ خلاص مظبوط، هي جوه. الحلاوه دي يا فيفي، ايه الطعامه دي؟ تسلمي لي. ان شاء الله يخليكي. ناديها لي بس قولي لها والده عايزاكي بره. لا خش لها، هي عايزاكي جوه. اتجوزها يا ساره، ايه الاسماء القديمه دي؟ الحلاوه دي يا لحظه، ايه الطعامه دي؟ هي ساره مش موجوده ولا ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ طيب ساره ايه يا حنان مالك؟ الله يخرب بيتك، وقعتي قلبنا يا شيخ. ايه يا جماعه مالك كل ده؟ ايه في ايه؟ انا موبايلي اتسرق، كنت في اسكندريه وموبايلي اتسرق مني. الله يخرب بيتك يا شيخه، الست وقعت مننا وكانت هتموت بسببك. يا لهوي طوحة، ايه في ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، افتكرناكي رحتي عند الست مديحه والحكومه يا اختي شد حيلها وعامله حمله ادب وسطايحه في كل شقق البلد. مالك يا حبيبتي في ايه؟ البت وايده قالت لي ان هم عاملين حمله كبيره قوي للاداب، وانا خفت لو تكوني رحتي للبت مديحه. والله العظيم يا طوحة من ساعه ما كلمتيني في الحكايه دي وانا ما عملتش حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه. خلاص يا بت، والله ما عملتش حاجه. امسكي يا بت، امسكي، خلي دول معاكي. لا لا، انت بتعملي ايه بجد معايا؟ اسمعي اسمعي يا بت، اسمعي الكلام، امسكي خليهم معاكي، ولو احتجتي اي حاجه تجيني على طول. حبيبتي ربنا يخليك لي. يا اخواتي حرام عليك، اظلموا بقى، يطلعوا حشاش وسنينه. ما تسيبيها يا اختي يا لولا، هو يا اختي مشروحاتنا كانت ناقصه وقتل ربنا. انت 100 100 يا ست لولا، والنبي ما هي ناقصه، معاكم بنات زي القشطه اهو. والنعمه انت اللي قشطه يا موزه. البحر يحب الزنا يا عسل. ان شاء الله يفتح سوق في البحر المالي. ليه يا حبيبتي؟ مش مدام فيفي اللي اديتك العنوان هنا ولا ايه؟ لا فيفي ولا عفيفي، انا اللي خبطت في العنوان. ولعلمك بقى الباب ده لو ما اتفتحش دلوقتي حالا